صاحب المشروع دائما هي مديريه التعمير والهندسه المعماريه والبناء. طول الشبكه التوزيع الغازيه 1.32 كيلو 1.32 كيلومتر. عدد السكنات المربوطه لحد الان هي 38 سكن على 148. مقاوله الانجاز هو مهدي مراد. تكلفه المشروع كامل هي 7.2 ملايين دينار جزائري. مساهمه ميزانيه الدوله هي تقريبا 6 ملايين دينار جزائري. مساهمه سونار غاز هي 1.3 مليون دينار جزائري. مساهمه المواطن 0 دينار جزائري، يعني كلش على عاتق الدوله. مده الانجاز كانت 45 يوم، واليوم ان شاء الله نديروا وضع الحيز الخدمه الى راس الطبيعي ان شاء الله. كانت 38 على 38 دائما المشكل تاع الناس مش السكنه تاعها. العقلية ديال لاكروتير 80% تنحى لهم المشكل والغاز. وين ديماري؟ دوكا عندنا فاز كونسلتاسيون نورمالمون 10 ايام ان شاء الله تكون لونتربريز ديزني، ونجتهدوا ان شاء الله تكون قبل رمضان. سونز الكتريسيتي غاز سونز الكتريسيتي ورد ديالك وين مشيو غاز الكتريسيتي اكلاش بيبليك قبل رمضان. كيفاش مشيو هذا؟ اونتري كالون تبيس على ميناجمون فاري اكلاش بيبليك سيلون فيز انستركسيون مشيو هذا اللي روتوني في 148 يكون قبل رمضان ان شاء الله. لازم الصوم كهرباء الغاز والكليراج بي ان شاء الله. هنا الموين تاع 400 دينار 400 دينار 10 ملايير سنتيم فيها التهيئات لي دو 128 و 140 لي دو فوا 38 لي دو لوتسمون سوسيو لي دو فوا 38 لي دو فوا 38 الشبكه راه قريبه الشبكه راه عندها لازم المواطن يعرف المجهود اللي دايره. اي بيان سور 10 مليار غير لا راسيناسمون بلا لا اوبي بلا الكتريسيتي بلا غاز بلا غاز بلا غاز 10 مليار غير اميناجمون تروتوار فواري و اكلاج بيبليك فيهم. وبعد يجي واحد يقول لك ما كان والو واحد هيا بالبركة عليك. بالبركة عليك. إذا تي هنا شيء الحمد لله. والحمد لله. ربي يرزقك بالحلال. الحمد لله. بشوية بشوية بشوية. إن شاء الله بالبركة إن شاء الله. وعندكم بالبركة يعني أنتم عليكم دانا من قبيل وأنا نتنى فيك. بالبركة عليك. أنا بركة على وليداتي الأخرى. هيا سمعت عندكم إلا وحدة هذا الطريق نتاع 500 راه. والله عجبتني الدار تذكروا لي دار الريح. مرحبا مرحبا مرحبا. هيا صنعوا علينا وصنعوا علينا. الله يسعدك الله يبارك فيك. لا عندها لا قول لا عندها لا قول عندها لا قول. هاي يا رئيس يا حبيبي الله يبارك فيك يا ربي عندك تفصيل ديما.
صبر على ساكنين غديتي ومن عند عمو معليش انا هذا ندي من عنده قال مشي انا ندي من عنده غازا صار هذا ولد خويا عاونونا انا ودابر انا هنا قرب شويه خاصنا البروغرام يجي واحد ما معرس انا مسلمين وكل شيء الرئيس انا مسلمين صح انا خليت هاي زمان هذيك ان شاء الله ان شاء الله يا بخي تحلو قاع في الجامعة ما يدخل فيها كل جامعة ان شاء الله تحلو في الجامعة يا ولدي الله يخليك احنا راه المناطق هذه راه تاع تبرد راه تاع تبرد لا قال لا جرب يفتح عليكم ان شاء الله وينور الجزائر ويدمر اديانها واللي خبث من بين الجزائر نوكلوا الى الله ان شاء الله البركة الحاج يسلمكم ان شاء الله قال خير أمك، أمك، طلع عليك،